الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المقهورين المشردين والمبعدين عن الديار صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء سيدي يا حسين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذكر الطفوف ويوم عاشوراء منع جفوني لذة الإخفاء وتذكري رزء الحسين بكربلاء أغرى دموع العين بالإجراء لم أنسه لما سرى عن يثرب بعصايا يا يابتي من رهطه نجبا حتى أتى البيت الحرام ملبيا والقلب في هم وفرط عزائي حتى أتى أرض الطفوف بكربلاء حتى أتى أرض الطفوف بنينوى هي أرض الكرب وأرض كل بلاء يا فغدا يقول لصحبه الخلصا وهو
طويله قال تسمى كربلاء فتنفس الصعداء وقال هنا من اخرك لقد كان يقول في صياحي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نميمة. هخليك مع الجواد، شلون المحاورة بين الجواد وبين زينب؟ تقول له زينب يا علي زينب من قوم والطوعات والمهر عالي يا حدار تلقيا والله صاحت طاح اخوي حسين وصاح المهر يا زينب طاح بلمه وويله يا زينب سابح بدمه يا زينب خنص اليمه وناخذ ماي ويانا جبت العطش مارد يقلع يا زينب اظنك ما ابن امك وقع ويصيح شو يصيح بالله ويا الحسين ويا زينب يقلع اظنك ما بقى لجراي ابن امك وقع ويصيح علي دنيا الواد ماي والله تجيب الماء يا زينب وانا اخذك وياي والله ويشرب والد سكينة ومن يشرب يفك عنا او نقعد ويحاجينا وبمعصبك يا زينب جرح الله دشدينا وكأني بها يا صاحت يا ناس درب المجرح من يده
ابني يا العطشان خي يا مسلمي انا بعيني لجيب الماي لحسين يا والله انا بعيني حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالد الساق على الحوض غدا وفاطمة ماء الفرات لها مهر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال أمير المؤمنين عليه السلام انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب فضل الله حوائجنا وحوائجكم ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية بجاه النبي صلى الله عليه وآله وببركة الصلاة على محمد وآل محمد على انتهاز الفرص يحثنا على انتهاز الفرصة باعتبار أن الفرص لا يمكن تعويضها لا سيما إذا كانت تلك الفرصة من فرص الآخرة يعني مرة أنا تمر علي فرصة ظرف معين يمكن أن يخدمني إذا ما استغليت ذلك الظرف واغتنمت تلك الفرصة الزمان وعقارب الساعة كما يقال لا ترجع إلى الوراء بل تتقدم إلى الأمام فبالنتيجة أن الإنسان بعض الأحيان تمر عليه الفرص ولكن لا يغتنمها لا يأخذ منها الدرس ولا يأخذ منها العبرة ولا يأخذ منها الاستفادة الكاملة وهذا المشكلة في الواقع نعاني منها بأجمعنا ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول التفريط مصيبة القادر ولست أرى في الناس عجزا كعجز القادرين على التمام الإنسان ماكو إنسان أفضل من إنسان اطمئن ولا أكو واحد أفضل من واحد ولا واحد قدرته يعني أكثر من الآخرين لكن أكو واحد يستغل الظرف أكو واحد ما يستغل الظرف أكو واحد يغتنم الفرصة أكو واحد ما يغتنم الفرصة وإلا الله سبحانه وتعالى عادل قطعا هذا الذي مثلا سلب من عنده مثلا نفر أو ما عنده ذاك الذكاء الوقات اللي يقدر أن يتقدم لي مثلاً في مجالات العلم وطلب العلم لكن في مقابل ذلك أعطاه الله قدرات وطاقات يمكن أن يغتنمها ويستفيد منها وهكذا في كل المجالات أبداً ترى كل إنسان عنده موهبة وعنده قدرة على الإبداع في مجال لكن أكو إنسان ماذا يغتنم الفرصة خير اغتنام يستغلها خير استغلال مثل ما تشوف الآن التجار في السوق أكو تاجر يغتنم الفرصة خير اغتنام تشوفه يصعد في السوق يصعد في سوق المال وأكو واحد لا ما يغتنم الفرصة تمر عليه لاحظ شلون تمر عليه دون أن يغتنمها تالي بعد ذلك يعض أصابع عنده وما أكثر الفرص التي مرت عليه كل واحد من عندنا الآن
يرى ويتذكر. يجوز هسه في لما فتحت هذا الحديث تدور في ذاكرته، تدور في ذاكرته عشرات الفرص التي مرت عليه دون ان يستغلها ويستفيد. زين، وهذا سبحان الله امير المؤمنين عليه السلام له تعبير لطيف في هذا المعنى، يقول بادر الفرصه قبل ان تكون غصه. شايف كثيرا من الفرص الان غصه وين؟ في صدور الناس. يعني حس على كافة المستويات، أنا ما أقول فقط المستوى المعنوي والمستوى العبادي أو المستوى السير إلى الله سبحانه وتعالى، لا لا، حتى على مستوى الدنيا شوف كثير من الفرص، ها لو ما اغتنمناها لما كان حالنا كما هو الآن. شايف شلون؟ في كل المجالات يعني، شايف شلون الإنسان؟ فاغتنم، بادر إلى الفرصة قبل أن تكون ماذا؟ غصة في نفسك. زين، لهذا الإسلام إجا حثنا على اغتنام الفرص. وسارعوا، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين والسابقون السابقون اولئك ماذا؟ المقربون. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. شنو سبب تقدمهم؟ شنو سبب حصولهم على هذه المنزلة في الجنة؟ ماذا؟ أنهم كانوا يسارعون وين؟ في الخيرات. يعني الفرصة تمر علي وعليك، لكن أنت تغتنم أنا ما أغتنم. كيف؟ عمل الخير يمر علي وعليك، لكن أنت تغتنم أنا ما أغتنم. شايف شلون؟ ويمكن هذه الفرصة تروح بعد شنو؟ ما ترجع. هكذا. ولهذا الإنسان عليه أن لا يفوت الفرصة إذا مرت عليه. ليش؟ لأنه كما قلنا الفرصة لا تعود والزمن لا يعود إلى الوراء. وأعمارنا إخواني، أعمارنا رأس مالنا إلى آخرتنا، أعمارنا رأس مالنا إلى آخرتنا، وكل ما ينقص يوم من عمرنا تنقص فرص كثيرة، مو فرصة وفرصتين، فرص كثيرة، لأن أنت كل لحظة من هذه اللحظات التي تمر عليك وأنت غافل سوف تكون عليك حسرة وندامة. واحدة من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة. ولهذا الإنسان يوم القيامة ماذا يقول؟ أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. أن تقول نفس يا حسرتي، هاي لحظة واحدة، لحظة واحدة الإنسان، شوفوا لحظة واحدة الإنسان، فكيف بعمر بأكمله يقضي الإنسان في الواقع دون استغلال ودون استثمار؟ للأسف أكو ناس أعمار ساعات تقضيها ما فارحة في شيء ما، يعني لاحظ شلون؟ هذا أكبر خسارة للإنسان، لأن هذا عمرك رصيدك إلى آخر. إذا نفد رصيدك، إذا نفد رصيدك ما تقدر تسوي لك مكالمة تليفونية واحدة، ما تقدر تنجز لك عمل واحد. رصيدك هو ماذا؟ رصيدك هو عمرك، هي أيامك. فلذلك كنت اغتنمها بأحسن حال وبأحسن شكل. نعم، سان يغتنمها. ولذلك بعض أساتذتنا سمعت منهم، هم سمعوا هم من كانوا أكبر منهم أساتذتهم، يقولون أنه الإنسان حتى لو يقعد يشاهد مثلا برامج تلفزيونية، برامج ترفيهية، بس كل من بحسب، يعني واحد يشاهد برامج رياضية، واحد يشاهد، بس طبعا غير محرمة، هذا الشيء محفوظ يعني معلوم، يعني المحرمة بعد حرام، لكن أكو أشياء مباحة. يقول انت قاعد وانت قاعد شاهد مباراة كرة قدم مثلا، سوي صلاة، اللهم صل على محمد، سوي صلاة اثناء انت جاي شوف، اللهم صل على محمد. اولا لا تاخذ من وقتك ولا تاخذ من عينك، يعني ما تقلل من مشاهدتك، ومع ذلك انت دفترك مفتوح مسجل اعمال حسنة.
وان هذه القصه وايد لطيفه جميله تشير الى هذا المعنى بدقه كبيره. الله سبحانه وتعالى اعطى سليمان سلام الله عليه ما لم يعطه الى نبي اخر، اعطاه ملك لا ينبغي لاحد من بعده ابدا، لا من قبله كان هذا الملك ولا من بعده، ملك سليمان وما ادراك ما ملك سليمان، ولا اريد ان افصل في ملك سليمان. لكن واحد الان من ما اعطاه الله سبحانه اعطاه ذاك البساط الذي كان يتنقل به بين فلسطين بين الشام وبين الحجاز وبين العراق. الصبح يتغدى في الشام، يتريق في الشام الى لبنان، وين يتغدى ياكل غداءه في الحجاز، وينام وين؟ وينام في بغداد. رواحها شهر وغدوها شنو؟ غدوها شهر ورواحها ماذا؟ شهر، يعني مسير شهر واحد يقطعه بساعات. الله سبحانه وتعالى لان سخر الريح كيف ما يشاء. وهذا القصار عليه من كل ما تشتهي النفس، شنو؟ كل مملكتها محاطة على البساط، ايش قد على ايش قد هذا البساط كبرى حجمه الله اعلم. لكن ولذلك هو فتفقد الطير فقال مالي لا اعرف، لانه كانوا ذول يظللوا الطيور تظلل عن شنو؟ عن حرارة الشمس. فتفقد الطير، شاف اكو شعاع جاي يدخله، فقال واحد ماذا؟ قال واحد مقصر في مسؤوليته، لذلك ماذا؟ نظر هو شاف الهدف ما موجود في مكانه. لا حرج ما. زين هذا قلت لك ما اريد ان لانه يطيل بنا المطاف على كل حال. فمر بهالاثناء هالبساط وهذا الملك العظيم. نعم هذا الملك فعلا، الانسان اذا يقول ملك هذا ملك يعني هذا بمعنى الكلمه. زين هذا ملك حقيقي، هذا ملك يعني طبعا مو حقيقي بمعنى الحقيقي، كل اعتباري، املاكنا كلها اعتباريه. وما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سائله. يعني بالنتيجه انتهى امره دون ان يعلم به احد يعني. وسقط. وسبحان الله للمفسرين وقفه هنا، وهي وقفه جميله لطيفه، يقولون هذا الملك العظيم اللي الله اعطاه الى سليمان انهار بدوده لا ترى بالعين المجرده. وبقى سنه، يقال ان سليمان بقى سنه متكئ على عصاته، يعني دوده الارض مو بساعه وساعتين تاكل العصا. بقى سنه كامله العمال يشتغلون، الجن يغوصون، يعملون ليل نهار، وهم ما يدرون ان سليمان شنو؟ قد مات. فيقولون أقام هذه الملك بعصا وانهار هذا الملك بدودة لا تراها العين المجردة. شوفوا قدرة الله. لذلك الإنسان من كان مع الله كان الله معه. إذا الإنسان الله يكون معه بعد ما يمكن أي قوة بالعالم مهما تكون كبيرة مهما تكون عظيمة لا شيء أمام قدرة الله يعني. هذا البساط مر عليه من على راعي، راعي عند غنم وقاعد، فقال سبحان الله. سبحان الله كما تعلم كلمة للتعجب، تعجب من هالملك، نقلت الريح الكلمة إلى مسامع سليمان. يلا البساط هبط البساط، هو جال سليمان تقدم، قال له ماذا قلت؟ قال له الله ورسوله أعلم. شفت بعد اللي سمعك الكلمة ما أدري إيش قلت أنا؟ قال له أعلم. هذا موضع الشاهد، اعلم ان قولك سبحان الله بصدق واخلاص اعظم من ملكي هذا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اقول لك لان هاي سبحان الله اذا كانت بصدق بنت لك ماذا؟ بنت لك موضع قدم في الجنه، وضعت لك موضع قدم وين؟ كل سبحان الله اللبنى يبنى لك بها قصر وين؟ في الجنة. قلت
سبحان الله، كل الحمد لله، كل لا إله إلا الله، كل الله أكبر هي ذكر. يعني طابوقة تضحى في الجنة. وأسألك بالله، موضع قدر بالجنة، موضع قدر، موضع أثر، ها؟ بالجنة مو خير من الدنيا وما فيها، ها؟ لأنه ذاك باقي، وهذا شنو؟ هذا زنك بنتي. فالباقي وإن كان قليل خير من الكثير، قليل طار خير من كثير جن. فإذا الإنسان هاي سبحان الله مش قد يخليها احنا.